لحد الاخر هنتكلم عن الموتورز. كنا اتكلمنا في السكاشن اللي فاتت عن الترانسفورمرز، قلنا ان هي نوع من الماشين بس ستيشنري ماشين، تاخد فولت او باور من الناحيه دي تطلع نفس الباور بس ليفلز مختلفه، بتكبر الفولت او تقلله، وبالتالي الكرنت عكس الفولت بيقل او بيزيد على حسب الفولت بيزيد او بيقل. تمام، باذن الله السكشن دوت هنتكلم عن نوع من الموتور اسمه اندكشن موتور 3 فيز، بعد كده ناخد اندكشن موتور سنجل فيز، بعد كده هناخد سيرفو موتور 2 فيز يبقى 3 2 1، بعد كده ناخد ستيبر موتور، يبقى دي كل الموتورز اللي هناخدها لحد نهايه التيون. كنت حابب ان انا بس يعني زي اورينتيشن عن الماشينز نفسها او الموتورز نفسها. الموتورز كتيره جدا، يعني في القسم عندنا بندرس كل ترم نوع موتور، من سنه تانية الترم الثاني كل ترم نوع موتور وهكذا طول ما احنا ماشيين. فمعنى ان في فرايتي في الانواع، ان في فرايتي في الاستخدامات، لان لو نوع واحد يقدر يغطي كل الاستخدامات كان يبقى النوع الدوميننت والباقي كله يختفي، نظريه البقاء للاصلح. فالفكره في ايه؟ ان في ابلكيشنز انتوا اتعاملتوا معاها كان محتاجه بوزيشن كنترول، فكانش ينفع اجيب موتور بيلف على طول، كنت عايز موتور يتحرك ستيبس او انجلز اللي هو السيرفو والستيبر. في ابلكيشنز تبقى عايزه موتورز سرعتها ثابته مهما كان الحمل عليها، فده اسمه سينكونس موتور، سرعته دايما ثابته، ثابته على سرعه ما مش هتتغير مهما حصل عليه. في موتور تاني عايز يبقى رخيص عشان مش هجيب خلاط ب 200 جنيه واحط موتور ب 1000 جنيه جواه، فده موتور محتاج كاركترستيك معينه، هضحي بحاجه عشان اخد قدامها حاجه. في موتور للالكتريك فيكلز مثلا، انا عايز موتور يديني تورك عالي جدا جدا بس حجمه يكون صغير، فعايز الباور دينستي يعني الريشيو ما بين التورك للحجم تبقى كبيره. يعني مثلا لو قلنا الموتور ده واحد حصان، فانا عايز موتور زي يطلع 5 حصان بنفس الحجم بالظبط، فده ديزاين تاني لوحده، يبقى نوع تاني من الموتورز. عايز موتور يبقى خفيف للطيارات مثلا وهكذا. فطالما في فرايتيز في الاستخدام بالطريقه دي يبقى في فرايتيز كتيره في الموتورز. كنت عامل تشارت كبيره كده بس مش هقولها عشان بتاخد وقت قبل المشروع واحنا بادين متاخر، ممكن تبقى تبصوا فيها انواع الموتورز، هي مش في المنهج ولا حاجه بس تبقى عندك، يعني لو ربنا قدر واشتغلت مثلا في حاجه فيها هايبريد الكتريك فيكلز او الكتريك فيكلز، فيها حاجه فيها يعني ميكس ما بين كنترول وحاجه فيها باور، تبقى على الاقل فاهم يعني بيرمنت ماجنت موتور، ريلاكتانس موتور، سويتش ريلاكتانس موتور والكلام دوت. تمام، فده كان اهو السكشن دوت. برضو يعني مش هيبقى فيه حل كتير ولا حاجه، هو كله بقول كونسبت، يعني لو شفتوا اسلوب الدكتور في الميد تيرمز جابوا ام سي كيو كله، فبالتالي مش عايز واحد يكون بيسموه ايه؟ لا هو بيسموه نيرد، يعني بيعرف يحل 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 دوده كده بيعرف يحل. لو عايز واحد يبقى فاهم هو بيحل ايه؟ يعني انا ليه بطلع دي كده؟ ليه بعمل دي كده؟ بس مش اكتر. يعني لما تيجي تطلع موتور يقول لك الكرنت بتاع الموتور، تطلع موتور مثلا 100 حصان والكرنت بتاعه 1 امبير. انت اكيد في حاجه غلط، 100 حصان دي رقم كبير جدا، ف1 امبير ده رقم صغير بالنسبه للموتور. فتبقى عندك السنس ان انت تحس ان الكوانتيتي اللي انت مطلعها لا في حاجه غلط مش مظبوطه. فاحنا بس في السكشن دوت هندي كونسبتس، ممكن السكشن الجاي نحل، بس السكشن ده هيبقى كونسبتس، يعني هتلاقي الدنيا بعد كده واضحه، يعني مفيش فيها اي مشكله. فنبدا باول كونسبت عندنا وهو الفيلد تايبس. الفيلد او الماجنتيك فيلد بيظهر منين؟ ايه الحاجه اللي بتعمل ماجنتيك فيلد؟ كارنت. امبيرز لو بيقول لو في كارنت ماشي يعمل حواليه ماجنتيك فيلد. طب عندنا كم نوع من الكارنتس؟ ايه هما؟ اي سي ودي سي. يبقى عندي الكارنت ممكن يبقى دي سي، ممكن يبقى اي سي. طب مش الاي سي ده فيه تفرعات؟ في سنجل فيز اي سي وفي 3 فيز اي سي. تمام، يبقى كل واحد من الناس دي بيعمل فيلد اكيد مختلف. طالما الكرنت كاركترستيك بتاعته مختلفه يبقى الفيلد اللي هينشا عنه كاركترستيك بتاعته مختلفه. فلو انا الواير بتاعي اهو ماشي فيه دي سي كرنت، ايه المتوقع للفيلد اللي هيحصل حواليه؟ كونستانت فيلد. وليكن ماشي 1 امبير، ال 1 امبير مثلا بيعمل فيلد 0.1 ويبر، او الدنست بتاعته 0.1 تسلا وليكن يعني. فدايما طالما الكرنت ثابت على 10 امبير الفيلد اللي طالع 0.1 تسلا مش هيتغير، مفيش حاجه تغيره.
فالنوع من الفيلدز ده بنسميه ستيشنري فيلد. يعني ايه ستيشنري فيلد؟ ده فيلد ثابت مش هيتغير. انتوا اتعاملتوا معاه؟ اه اتعاملتوا معاه. الريلي لما كنت بتعمل ابلكيشن عايز مايكرو كنترولر ويشغل لمبه يشغل موتور، المايكرو كنترولر الامبير بتاعه مش هينفع، فبتجيب سبلاي تاني وبتحط في النص ريلي. طب الريلي بيعمل ايه؟ انت بتمشي فيه كارنت بيعمل تلقيط للريشه بتاعته ويفضل ثابت على كده. هل الريشه بتقعد تفصل وتشتغل تفصل تشتغل؟ لا، انت بتمشي كارنت معين خلاص يفضل قافش خلاص مش هيتغير تاني. تمام؟ يبقى ستيشنري فيلد هو فيلد ثابت. لو انت عايز ترسمه مع التايم، لو ده التايم فهو الفيلد عامل كده مش هيتغير، كارنت يتغير فيلد يتغير، كارنت ثابت فيلد ثابت. طيب النوع الثاني من الفيلد وليكن الاي سي سنجل فيز سبلاي. السبلاي الاي سي بيعمل ازاي؟ بيعمل كده. تمام؟ ليه امبليتيود وديوريشن بيتحرك عليها. يبقى انت متوقع الفيلد اللي هيطلع منه هيبقى عامل ازاي؟ شكله زي بالظبط، هيبقى عامل كده. طيب لو الكرنت قيمته زادت او قلت اكيد الفيلد قيمته هتقل. بس ايه اللي انت ملاحظه؟ ان النقطه دي ثابته، القيمه عماله تزيد او تقل، هي الفيز ثابت. يعني بيحصل الماكسيمم عند نفس البوينت كل مره، ايا كان مدخل بوينت 1 امبير مدخل 100 امبير، الماكسيمم بيحصل عند نفس البوينت ونفس الانستنس في التايم، صح؟ ده بنسميه البلسيتنج فيلد. بلسيتنج فيلد يعني ايه؟ بلسيتنج فيلد يعني فيلد ببلسيت، يعني بيزيد ويقل على نفس الانستنت. يعني لو عايز امثله مع التايم بيبقى حاجه عامله كده. ايه دي؟ ممكن يبقى بوينت، البوينت دي بيحصل لها ستريتش فتكبر كده، بعد شرينك فتبتدي تخش كده، وهكذا قيمته عماله تتغير من مينيمم لماكسيمم لمينيمم لماكسيمم وهكذا. يعني ايه الكلام دوت؟ ده موتور اهو زي ما نتكلم، بس خلينا ناخدها واحده واحده. انا همثل الموتور دوت، هو عباره عن كويلز، واحنا عارفين ان اي تيار يمشي في ملف بيعمل ماجنتيك فيلد حواليه، فانا همثل الملف دوت ببيرمننت ماجنت، همثله بنورث وساوث. تمام؟ يبقى لو افرض ان انا لو مشيت تيار، الجزء اللي فوق هيبقى نورث والجزء اللي تحت هيبقى ساوث، والتيار دوت سنجل فيس سبلاي، فبالتالي النورث فوق الساوث تحت وعمالين الماكسيمم يزيد ويقل يزيد ويقل، بس حاصل في نفس المكان ما بيتغيرش. يعني نفس الانستنت هنا واقف هنا، ده نورث ده ساوث ما بتتغيرش. واضح؟ ده اسمه بلسيتنج فيلد. هنعرف ان ليه ابلكيشن في السنجل فيس موتورز، نتكلم عنها قدام شويه. طيب باقي مين من الكرنتس ما اتكلمناش عنه؟ الثري فيز كرنت. فالثري فيز كرنت بيبقى عامل ازاي؟ ثلاثه سنجل فيز عاملين كده يعني سكراتش كده. طيب يبقى الفيلد اللي هيطلع منهم المفروض بيبقى حاجه زي كده، بس عشان ابص على حاجه بالشكل دوت بيبقى موضوع معقد شويه. فكان في ديريفيجن الدكتور خده كده في كذا سلايد في المحاضره، بيوصل فيه ان الثري فيز سبلاي بيعمل حاجه اسمها الروتيتنج ماجنتيك فيلد، وانا مهتم ابص على القيمه الماكسيمم بتاعته، فكان بيطلع ان القيمه الماكسيمم بتاعته تبقى حاجه عامله كده، حاجه دايره. يعني ايه دايره؟ يعني القيمه الماكسيمم ثابته بس قيمتها بتتغير في السبيس. يعني ايه؟ نرجع لنفس الموتور، لو اديت الموتور ده ثري فيز سبلاي هيطلع بيرمنت ماجنت كده نورث وساوث. بيرمنت ماجنت بنفس الماجنتيود القيمه بتاعته هتتغير، النورث عمال يتغير والساوث عمال يتغير بنفس الماجنتيود، بعكس البلسيتنج فيلد كان القيمه ثابته بس عماله الماجنتيود بتاعها بيتغير. لا، ده الماجنتيود ثابت بس المكان بيتغير. يبقى دوت ايه اللي بيحصل له في السبيس؟ بيتحرك في السبيس لكن القيمه بتاعته ثابته. ايه ده الماكسيمم بتاعه القيمه دي؟ نعم. اه احنا بندرس الماكسيمم بتاعه بس، اللي هي كان اسمها ام ام اف ماكسيمم 3 على 2 من القيمه الافريج. فالقيمه بتاعته لو انا عندي حاجه قيمتها ثابته بس بتتغير في السبيس، يعني هياخد ال 360 درجه هيلف فيهم بقيمه ثابته، يبقى اكيد دي دايره الريديوس ثابت وبتتغير في السبيس. واضح حتى الان؟ يبقى انا عندي ثلاث انواع من الفيلز.
stationary field بيجي من DC supply, pulsating field بيجي من single phase supply, rotating field بيجي من poly phase supply. أنا هنا شرحت الثري فيز بس هو بيجي من poly phase supply. يعني إيه poly phase؟ يعني من أول two phase فما فوق. Two phase, three phase, four, five, six, seven لحد 12 phase كلهم بيعملوا rotating magnetic field. الوحيد اللي مش بيعمل من الاي سي هو السنجل فيس سبلاي ده بيعمل بلسيتنج فيلد. حتى لو واضح الكلام واضح ايه المشكله؟ يعني اللي عنده مشكله يقول مفيش مشكله. مش دوت السبلاي اللي عامله ساينوسويدال كده ده الساينوسويدال اهو القيمه الماكسيمم بتحصل عند مثلا باي على الاثنين عند 90 درجه. هل حاجه هتخلي الماكسيمم يتغير؟ هو دايما ثابته في المكان بتاعها ده ثابت صح. طب دوت عامله 3 فيز انا ببص في الاخر على ليه على الكومباينيشن ما بين الثلاثه. فالكومباينيشن ما بين الثلاثه لو بصيت لها هتلاقي قيمه ثابته في اي كان التايم اللي انت بتشوفه. الكومباينيشن المجموع بتاع دول فيكتوريال هيجي قيمه هنا هتلاقي القيمه دايما جايه الناحيه دي فدايما بيجيب قيمه ثابته. فالقيمه الثابته امثلها بدايره قيمتها ثابته بس بتتغير على كل التايم ثابت. يعني ده ممكن تعمله تفكه كده هيطلع لاين. يعني لو ده فكيته هيطلع لاين ودي بدل من 0 ل 360 بقت من 0 ل 2 باي اللي هي 360 برضه. واضحه؟ زي ما قلت لك كده لو انا اديت 3 فيس سبلاي هنا لو انا بلسيتنج ده نورث وده ساوث مش هيتغير هيفضل نورث وساوث. فبالتالي انا اللي هوصل له بعد كده ان انا عندي من فرديز لو بيقول ان الانديوسد ام اف بتساوي ان دي فاي باي دي تي. عندك حاجه ثابته هنا هيحصل ان دي فاي باي دي تي؟ مش هتحصل ان دي فاي دي تي. فدايما لو في موتور شغال سنجل فيز مش هيشتغل هيفضل واقف مكانه عمال يريبيل كده بس. طب لو انا عندي حاجه بتلف في الفراغ فدوت عمال يلف فبيعمل معدل قطع لمين؟ لحاجه موجوده اللي هي الروتور. فلما يعمل معدل قطع يحصل انديوس دي ام ام اف في الروتور فالروتور يبتدي يلف. فالابلكيشن بتاع ده الموتور والابلكيشن بتاع موتور بس الطريقه بتاع التشغيل نفسها مختلفه. تمام؟ ايوه. في سؤال تاني؟ طيب اتفضل. هو المجنتيود بتاعه بيتغير؟ المجنتيود بتاعه بيتغير. ليه مش بيتغير في على التايم بس ما بيتغيرش في السبيس. فالمكان يعني البتاع ده الحته دي شايفه القيمه عماله تتغير عليها بس اللي جنبيها شايفاها ثابته. فمفيش اي ريليفتيف موشن ما بينهم. هو لازم التغير يبقى في السبيس عشان يحصل انديوز عشان يحصل دوران. هو انا قلت المعلومه مقتضبه. هو يحصل اندوس دي ام اف بس مش عايز اخش في تفاصيل كده كده هتيجي بعد شويه. بيحصل اندوس دي ام اف. في اندوس دي ام اف بتلاقي كلوزد باس تعمل كارنت. كارنت يعمل فيلد عايز عكس الفيلد اللي عمله. فعندي واحد جاي على الاتجاه ده واحد بيرد عليه في الاتجاه العكسي في طياره بعض. فريزلت ما فيش. انما اللي بيلف دوت هو بيعمل والتاني بيرد عليه بس مش على خط مش على نفس خط العمل. فبيبقى فينهم زاويه. الزاويه دي اللي بتخليه يتحرك. عشان كده السنجل فيز دوت لما نحب نعمله موتور هنديله زقه بطريقه ما ان هو ما يخليش رد الفعل الروتور على الاستيتور على نفس خط العمل. يعني لو ده الروتور اهو خط العمل بتاع الاستيتور جاي كده والطبيعي بتاع الروتور ان هو يبقى جاي في العكس. فالاثنين مطيرين بعض واحد نازل لتحت وواحد زايد لفوق. كل اللي عايز اعمله ان اخلي واحد عامل كده فبينهم انجل فخط العمل المحصله بتاعتهم هتخليهم يتحركوا. انا قلت المعلومه مقتضبه عشان ما اخشش في تفاصيل. طيب حتى انا واضح الكلام يبقى قلنا تو كونسبتس حتى الان يوم ما بقى هو واحد هو الفيلز بس. ماشي لا اشيلها. طيب هو البيرمال ماجنت اي بيرمال ماجنت في الدنيا ليه كام بول؟ تو بول كده نورث ساوث صح؟ طب لو انا عامل بيرمال ماجنت بطريقه ما كده ففي نورث ساوث نورث ساوث يبقى لي كام بول؟ فور بول اثنين نورث واثنين ساوث وهكذا. في الموتورز اللي احنا هنتعامل معاها احنا بنعمل البولز دي بالكهرباء بالكرنت. فانا عندي ملفات امشي في الملفات دي كرنت. الكرنت ده يعمل فيلد. الفيلد ده بيكورسبوند للبولز بتاع البيرمانت ماجنت.
فالموتور اي موتور بقى نتعامل معاه هتلاقي من الكاركتريكس بتاعته عدد البولز نمبر اوف بولز نمبر اوف بولز ده معتمد على ايه طريقه لف الموتور اللفات اللي جوه دي بتتلف بطريقه ما وبتنزل جوه الاستيتور هو مش عارف انتوا شايفينه ولا لا بس بص ممكن كده اهو بصوا فيه كده عندي في في فتحات كده في الاستيتور والملفات غائره فيها والملفات غائره فيها دي الملفات دي بنرصها كلها على 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 المحيط الملفات دي بنلفها على المحيط وطريقه التوصيل النهائيه هي اللي بتحدد عدد البولز يعني ممكن الموتور ده يبقى 2 او 4 او 6 او 8 او اي عدد طبعا ايفن لان عندي نورث وساوث اي عدد على حسب التوصيل مش على حسب حاجه تاني ده كده 4 ده 4 انا قصدي عدد البول ايفن ما فيش 3 بول ولا 6 ولا 2 5 بول تمام فبيظهر عندنا لما بنلاقي عدد البولز بيزيد بتظهر يعني شويه كونسبتس كده المفروض الواحد يبقى فاهمها اول حاجه لو انا عندي محيط الدايره كله اهو وعندي 2 بولز بس النورث والساوث فدلوقتي انا عشان اوصل من النورث الف وارجع تاني لنفس النورث كده انا عملت دوره كامله صح فلفيت لفه واحده اسميها اللفه الميكانيكال او الثيتا ميكانيكال بتساوي واحد وفي تعريف تاني اسمه اللفه الكهربيه او الثيتا الكتريكال الانجل الكتريكال ان انا الف من بول وارجع لاخوه تاني يعني الف من نورث وارجع لنورث تاني فانا مشيت من النورث ده ورجعت النورث اللي بعديه كاني عملت لفه كامله برضه يعني ابدا من نورث وارجع لنورث لقيت نفسي رجعت لنفس النقطه فهنا الثيتا الكتريكال هتساوي برضه واحد هتوضح هتوضح في اللي جاي نفس الموتور بس عدد اللفات خليته يطلع 4 بولز فبقى عندي نورث وساوث نورث وساوث عشان الف لفه كامله انا هبدا من هنا الف كامله لفه كامله ميكانيكال يبقى اخد من هنا والف وارجع لنفس النقطه تمام فانا سميت سيتا ميكانيكال بتساوي واحد طب عشان الف لفه كهربيه كامله لفه كهربيه ابدا من نورث اروح لنورث فبدات من نورث ومشيت وصلت النورث بعد كده بدلت من النورث ده مشيت وصلت النورث تاني يبقى عملت قد ايه من الكتريكال انجل عملت كام واحده 2 صح كده طيب لو عندي 6 بولز فادي نورث ساوث نورث ساوث نورث ساوث عشان الف لفه كامله ميكانيكال هاخد كام لفه برضو واحده يبقى الثيتا ميكانيكال هتساوي 1 طب الثيتا الكتريكال هتساوي كام 3 الزاويه دي 60 فدي 120 و120 و120 يبقى 3 يبقى 3 اذا واضح واضح ان عدد البولز بيتحكم واضح ان عدد البولز بيتحكم فيما يسمى في الثيتا الكتريكال صح لما كان البول واحد كانوا بيساووا بعض لما البول اتنين بقوا ضعف بعض بقى 6 بولز لما بول 4 بقوا ضعف بعض 6 بولز بقى 3 يعني العلاقه النص فبنيجي نطلع بحاجه كده بنقول ان الثيتا الكتريكال بتساوي بي من الثيتا ميكانيكال ومين البي اللي هي البير بولز اتفضل ميكانيكال يعني احنا نقول دايما بوان يعني عدد انا باخد لفه كامله لفه كامله على المحيط اللي هتتغير الثيتا الكتريكال واضح احنا كنا ممكن نمشي الموضوع بالعكس اجي اقول هنا انا الف لفه الكتريكال فاخد هنا لفه ميكانيكال عملت قد ايه عملت واحده طب الف هنا لفه الكتريكال كده لحد هنا من هنا لهنا لفه الكتريكال دي كام ميكانيكال نص فجاول هنا اثبت دايما الكتريكال بواحد واشوف الميكانيكال هتبقى بكام هنا هتبقى الكتريكال بواحد وهنا تلت وهكذا فممكن امشيها بالطريقه دي او بالطريقه دي بالعكس في الاخر هتطلع العلاقه دي فاليد ان الثيتا الكتريكال اللفه الكامله من الام ام اف هتساوي بي في الثيتا ميكانيكال واضح حتى الان طب مين البي نمبر اوف بير بولز يعني ايه نمبر اوف بير بولز يعني لو الموتور ده 2 بولز يبقى البي بواحد 4 بولز البي ب 2 6 بولز الفي بثلاثه وهكذا واضح حتى الان نورث ساوث وبعد كده نورث الساوث بعديها اهو بعد كده النورث بعد كده الساوث بعديها اهو عشان الاثنين ما يبقوش جنب بعض لا ما هو دوت مش
ماجنت دوت حاجه ملفوفه، الملفوف بقدر اتحكم فيه، مش ماجنت برمت ماجنت فعلا حقيقي. بماجنت هيبقى نورث وساوث على على على, على اللي هو الخط التماثل دوت، هيبقى نورث وساوث، لا دوت ملفوف. ف وبعدين هي ملفوفه كمان ازاي؟ ان دول كويل واحد ودول كويل واحد، فده النورث والساوث بتاع ده، دول منفصلين عن بعض، ما شاء الله كان بعض اصلا. تمام، ده الستيتور ده البتاع ده. انت شفت البتاع دي؟ بص اهو نكسر اهي، خد عشان تقيله. هي بص ملفوف ملفوف ملفوف، وفي الاخر طالع فوق ست اطراف، فوق كده هتلاقي ست اطراف بس. طيب طب لو فرضت ان انا لفيت ميكانيكالي اف، لفيت اف مره ميكانيكالي، يعني سيتا ميكانيكال بتساوي اف، الالكتريك هتساوي كام؟ ايه بي اف، لفيت عدد من اللفات يساوي اف، فالسيتا الكتريك هتساوي انا مش هي بالعكس كي بي اف. واضح حتى الان؟ اي ايه بي اي بير بول، يعني لو دي البي بواحد، دي البي باثنين، دي البي بثلاثه، عشان هي سته، يعني البي دي عدد البولز مضروب في اتنين. واضحه؟ طيب نقولها بطريقه تاني، الموتور دوت هياخد كهربته منين؟ من السبلاي. السبلاي في مصر هنا فريكوانسي بتاعه كام؟ 50، يعني كل كل ثانيه هيعمل 50 الكتريكال سايكل، صح؟ يبقى لو الثيتا الكتريكال بتساوي اف، الثيتا ميكانيكال هتساوي كام؟ اف على بي. معنى ذلك ان انا لو عندي الموتور دوت البي بكام؟ بواحد، يبقى البي بواحد، ومدخل سبلاي 50 هرتز، 50 يبقى خلي ديت هنسميها نكورسبوندها لي سبيد، يبقى الموتور دوت هيلف 50 لفه في الثانيه، صح؟ طب لو عليت الفريكونسي وخليته 100 وعلى نفس الموتور ده هيلف 100 لفه في الثانيه، طب عاوز اقلل السرعه زود عدد البولز، ده عدد البولز فيه 3، يبقى لو حطيت هنا 3 ولفيت ب 60 هرتز الف ب 20 لفه في الثانيه، وهكذا. تعبير ان انا الف لفه في الثانيه ده مش منتشر، المنتشر هو الار بي ام او ريفوليوشن بير مينيت، ده سايكل بير سكند، لو عاوز احوله سايكل بير مينيت اعمل ايه؟ اضرب في 60. اذا كان في الثانيه الواحد بيعمل 50 يبقى في ال صح؟ يبقى ال ان هتساوي 60 اف على بي. دي مهمه جدا، بنسميها السينكرون سبيد. لان دي بنسميها السينكرون سبيد، يعني السينكرون سبيد السرعه التزامنيه يعني بالعربي، يعني على حسب الفريكوانسي اللي هتدخله، الفريكوانسي ده ممكن تتحكم فيه بطريقه ما، والبولز دي بتاع الموتور اللي انت جايب الموتور متصمم على كده تقدر تاخد سرعه معينه. واضح؟ مين؟ ان انا اكونفيرت من سايكل بير سكند، دي سايكل بير سكند ودي ار بي ام بير مينيت، فالكونفيرجن ما بين السكند والمينيت 60. تمام، بلف لفه واحده في الثانيه، بلف في الدقيقه كام لفه؟ 60 لفه، ضربتها في 60. واضح؟ دي اسمها سينكرون سبيد. سينكرون سبيد دي جاست ان انت بس تعرف الفريكوانسي وعدد البولز بتاع الموتور تقدر تحدد السبيد بتاع الموتور، ومن هنا تظهر ال كيفيه تغيير سرعه الموتور. انا عندي تو بارامترز، لو غيرتهم سرعه الموتور هتختلف، ان اغير عدد البولز بتاع الموتور الملفوف دوت، لما اغير الفريكونسي بتاع السبلاي. حد بقى يعرف ازاي نغير البولز او الفريكونسي؟
هما بيعملوا حركة زي كده، بياخدوا البولز برة وبكونتاكتورز اللي هي شبه الريليز يقعد يلقطهم من برة. بس دي طريقة يعني بتبقى مملة شوية ومحدش بيستخدمها دلوقتي. تعرفوا بقى ازاي نغير الفريكونسي؟ عديتش عليكم خالص ازاي تغير الفريكونسي بتاع ويف. ما دي في الاخر ساينوسويدال ويف شغالة ب 50 سايكل بير سكند، عايز تخليها 40 10 2 1 نص ايا كان. ماشي، هي انتوا اسمها طبعا حاجه اسمها انفرتر، هو بانفرتر تاخد الاي سي ابو فريكوانسي ثابت ده تحوله لدي سي، ومن الدي سي تحوله لاي سي فاريبل فولتج فاريبل فريكوانسي. تبقى عباره عن دايودز وبعد كده ترانزستورز تقعد تفيرهم كده لحد ما يعمل الويف اللي انت عايزها ايا كان. مش في الكورس بس تبقى عارفها يعني. يبقى الكونسبت اللي عايز اوصل له العلاقه بين الستيت الكتريكال والستيت ميكانيكال والسينكرونس سبيد هي 60 اف اوفر بي. واضح؟ حد عنده مشكله في الكلام دوت؟ اتفضل. بي بص، بي انا بلف كويل، يعني بلف ملف كده لفه 2 3 كده عملت كويل. تمام، مجموعه الكويلز مع بعضها بتعمل البول، مجموعه كويلز مع بعضها. فاكيد انا لما اشتري الموتور ومعمول كده خلاص هي البول متحدده. في موتورز بتديك بدل ما بتطلع اطراف قليله بتطلع كل اطراف الكويلز، تقول لك وصلهم انت مع بعض زي ما انت عايز، فبيديك ان انت تاخد بي ونص بي. يعني لما تشتغل على 4 بولز لا 2 بولز بس، السرعه ونصها والسرعه وضعفها بس، ما بتديش الفرايتي الحاجات ازيد. عدد البولز نمبر اوف بير بولز مش البولز. يعني لو بيقول ماشين هاز 6 بولز البي بثلاثة، ماشين هاز 8 بولز البي باربعة. تمام؟ طيب الكونسبت اللي بعد كده معلش بس مضطر اتصل بيه عشان هيضرب مشوار. عاوزين نتكلم عنه حاجه اسمها الريلاتيف سبيد ما بين الروتور والستيتور. انت بس دلوقتي واضح بالنسبه لكم الفكره ان ده الروتور بموجود جوه الستيتور دوت. يعني وريني كده ولا اوبا، ده الروتور اهو، ده الستيتور، والروتور ده بيبقى جواه بتدخل كهرباء من هنا، ده بيلف وبيبقى متحمل على بيرنج او متحمل على حاجه. اكيد دول مش لامسين بعض، لان لو ده محمل على الارض كده محمل عليه مش هيلف، فده متعلق كده بلفات بيلي ولا اسمه ايه ده وبيلف. واضح؟ طيب لو انا واحد واقف على الارض وعندي شخصين A و B، A بيتحرك على الأرض بسرعة 50 و B جوه عربية أو جوه قطر، القطر ده بيمشي ب 48 وهو ماشي جوه ب 2، وعايز أجيب الريلاتيف سبيد ما بين A و B والاستيشنري فريم اللي أنا بشوفه ده. فأنا عايز دلوقتي أجيب سرعة A بالنسبة، هسمي ده S، سرعة A بالنسبة لـ S هتبقى كام؟ سرعة A بالنسبة لـ S تبقى كام؟ 50. طب سرعه بي بالنسبه لاس كم؟ سرعه بي الشخص اللي اسمه بي ده بالنسبه لاس تبقى كام؟ ها 46، ها 50. حد عنده راي تالت؟ ايه نعم، سرعه بي اللي هو جوه عربيه بتمشي ب 48 هو جواها بيمشي في نفس الاتجاه بسرعه 2 بالنسبه لاس 50. حد عنده اي راي تاني؟ ايه ثابت، ده الثابت، ده دي الارض سنه ثابت عليها 48. حد عنده راي تاني؟ انت في المترو واقف كده، واحد نازل على السلم المتحرك ثابت والتاني نازل على السلم المتحرك بيجري وانت ثابت، فاكيد شايف اللي واقف على السلم المتحرك ماشي بسرعه السلم المتحرك، واللي نازل بيجري سرعته هي سرعه السلم المتحرك زائد سرعه نزوله، صح؟ فبالتالي
انا وانا واقف هنا ببص على ده سرعه العربيه 48 خلاص، وده بيمشي جوه العربيه باتنين في نفس الاتجاه، يبقى المجموع بتاعهم الاتنين مع بعض، يبقى سرعه برضو بي بالنسبه للاس هي 50 برضو. واضحه دي موجوده فين؟ لو قطرين ماشيين جنب بعض بنفس السرعه، لو قطرين ماشيين جنب بعض بنفس السرعه، فبالتالي الريلاتيف سبيد ما بينهم بزيرو، فاي حد ممكن من ده من الشباك ده يدي حاجه للشباك ده كانهم الاثنين ثابتين بالنسبه لبعض. تمام؟ طيب عايز اعكس واجيب سرعه بي واي بالنسبه للفريم اللي اسمه ار ده اللي هي العربيه، فعايز اجيب سرعه اي بالنسبه لار، سرعه اي بالنسبه لار تبقى كام؟ 2. حد مش واصله له 2؟ ده بيمشي ب 48، عربيتين ماشيين مع بعض، واحده ماشيه ب 48 كيلو والثانيه ماشيه ب 50، فالاثنين شايفين بعض بكام؟ الفرق 2، واحده زياده 2 واحده ناقصه ب 2، يبقى دي 2. طيب سرعه بي بالنسبه لار، هو بي اصلا على ار فشايف نفسه ساكن بالنسبه لها، بس هو بيمشي جواها بسرعه 2، يبقى سرعته كام؟ 2. انا واقف على الاسكليتور ده تمام، فانا سرعتي بالنسبه له زيرو. طب انا بتحرك عليه بسرعه 1 يبقى او بسرعه 2، يبقى سرعتي بالنسبه له هي الاثنين بس لان انا واقف عليه هو، فدي هتبقى 2. يبقى ايه الواضح من اللي احنا كتبناه ده؟ ان اي سرعه نسبتها للاس بقت 50، واي سرعه نسبتها للار بقت 2. واضح؟ هنسمي الاس ده الاستيتور اللي هو ده، والار هو الروتر اللي هو ده، والاخ دوت هو الكرنت اللي ماشي في الاستيتور. الكرنت اللي ماشي في الاستيتور التردد بتاعه كام؟ 50. يبقى هو بيجري بكام؟ ب 50، والاستيتور ثابت، يبقى الاستيتور شايفه بيتحرك بكام؟ ب 50 سايكل بير سكند. تمام؟ طيب الروتر بيتحرك بسرعه ولأي ايا كانت هذه السرعه، السرعه اللي بيتحرك بها الروتر، الكرنت اللي ماشي على الروتر مجموعه سرعته مع سرعه الروتر يعملوا نفس ال 50 لو انا باصص للاستيتور. الموضوع جه منين؟ من فاراديز لو برضو، بيقول ان ان بتساوي الاي بتساوي ان دي فاي باي دي تي. احنا كل ده خلاص شغالين روتيتنج فيلد وعندي الروتر اهوت، فانا فارض ان ده بيلف بسرعه 50، والكرنت اللي مشي في الاستيتور عمل فيلد بيلف بسرعه 50، فده ب 50 وده ب 50، الريلاتيف سبيد ما بينهم بكام؟ بزيرو. في اي معدل قطع؟ يبقى في اي ام اف هتحصل؟ يبقى مفيش حاجه، يبقى الموتور ده هيبتدي يبطئ تاني. طيب الموتور ابتدى يبطئ بقى بيلف ب 48 وده لسه ب 50، ده جاي من السبلاي مش هيتغير. 58 48 وال 50 الريلاتيف سبيد ما بينهم كام؟ 2. الاثنين دي تعمل ان دي فاي باي دي تي، يبقى في ام اف. ام اف لو موجوده كده على الـ على الـ على الروتور، والروتور دوت انتوا خدتوا ان اسمه سكورال كيج صح؟ سكورال كيج ده بيبقى ايه؟ شورت سيركت مع بعض، يعني كلوزد باس، فولت وفي كلوزد باس، اللي يحصل؟ فولت وكلوزد باس يمشي ايه؟ ايه يمشي كرنت، مفيش حاجه. مسار مغلق وفي فولت عليه يمشي كرنت، كرنت لما يمشي في مسار مغلق يعمل ايه؟ فيلد. الفيلد اللي هيعمله التردد بتاعه كام؟ او الكرنت ده التردد بتاعه كام؟ هو ريلاتيف سبيد ما بين الفيلد الاول وسرعه الروتر. يبقى لو انا قلت ان الاستيتور ب 50 والروتر ب 48 يبقى اكيد هو هيبقى بالريلاتيف ما بينهم او الفرق ما بينهم اللي هي كام؟ 2. بص هو كونسبت يعني جديد، فهتلاقي الدنيا دماغك مش عارفه تجيبه، لما تروح وتقراه هتلاقي الدنيا سهله جدا يعني ما فيهاش حاجه. بس ايه؟ اتفضلي. هو هيبدا من سبيد زيرو، ما الموتور واقف اهو. تمام؟ يعني هجيبها لكم الاول خالص، الموتور واقف ومشيت تردد 50، بقينا في تردد كرنت ماشي بتردد 50 والروتور ده واقف، فالسرعه دي بزيرو ومفيش حاجه عليه فالسرعه دي بزيرو. تمام؟ جه حصل ان في كرنت مشي في الاستيتور عمل فيلد، الفيلد دوت انتقل راح للروتور قطعه، قطع ملفاته بقى ده 50 وده زيرو، فده بيلف بسرعه جدا، فلما يقطعوا يعمل اي ام اف كبيره لان ان دي فاي باي دي تي كبيره جدا، فتلاقي الاي ام اف موجوده، فتلاقي كرنت كبير ابتدى يعدي،
في الروتور. كرنت كبير ده يعمل ايه؟ يعمل فيلد، يرد على الفيلد اللي عمله اللي هي لينز لو الماينس اللي كانت موجوده دي، ان الكرنت اللي هينشا بالاندكشن هيعاكس تاثير الكرنت اللي عمله. واضحه؟ فيبتدي يقلل التاثير، الموتور يبتدي يلف، فكل ما بيلف بيقلل التاثير بتاع الان دي 5 دي عليه. لما كان الاول سرعته زيرو كان التاثير كبير، السرعه بقت 10 ان دي 5 دي قلت، السرعه بقت 20 قلت لحد ما وصل مثلا لسرعه قريبه جدا من ال 50 48 وليكن. لما وصل ل 48 سيتل على الوضع ده، الوضع ده بالنسبه له بقى حلو. مش انا الكلام كده بقولها كده يعني، هي اكويجنز بس انا بقول لك الوضع بالنسبه له بقى ستيبل حلو جميل، فابتدى يثبت عليه فستل على ان التردد بتاع الكرنت اللي بقى جواه بقى كام، الفرق ما بين الاثنين دول، الفرق ما بين سرعته هو وسرعه الاستيتور، الفرق ما بينهم بقى تردد الحاجه اللي جواه دي. واضحه؟ لا لا مع الاتجاه، مع لو ده كده يبقى ده معاه كده، لو عكس الاتجاه عكس الاتجاه. ايوه لا هو ما هو عكسه فبيقلل التاثير عليه يعني، بس الفكره في ايه؟ ان التاثير الناتج محصله كلها محصله لظاهره ان الروتر بيلف في الاتجاه بتاع الفيلد الريزلتنت فيلد. بص الوضع يعني انتوا بتخشوا بباراشوت كده على النص يعني، الناس بتاخد شويه مواد الاول وبعد كده اخش على الكلام ده، فانتوا نطيتوا كده في النص، ففي اكيد كونسبتس كتير ضايعه في النص، فبتحاولوا تجيبوها تاتا تاتا كده هتوصل يعني، مش هتقول لا. بس وضحت الفرق ان انا لو عايز اجيب سرعه الفيلد بتاع الاستيتور بالنسبه للروتور او الروتور بالنسبه للاستيتور، اي حاجه للاستيتور هي بالاف اس، واي حاجه للروتور هي الفرق ما بين سرعه الروتور والاف اس. طب لو عايز احول الفريكوانسيز ديت لسرعات اعملها ازاي؟ صح؟ يبقى انا لو بلف ب 50 هرتز و2 بولز فالبي ب 1، يبقى الان اس بكام؟ ها؟ اللي هي كام يعني؟ اللي هي كام؟ 3000. يبقى الان اس في الحاله دي ب 3000. طب لو بلف ب 48 هات ال 48 وحطها هنا هيطلع لك الان ار اللي الروتور بيلف بيها، فتقدر تجيب سرعه الروتور، سرعه الاستيتور فيلد الاستيتور، سرعه فيلد الروتور، تقدر تجيب كل حاجه، تحول من سرعات من فريكوانسيز لسرعات بالكويجن دي. اتفضل. ايه 50 في 60 على واحد، دي السبيد بتاعه الفيلد نفسه السنكرون سبيد، السبيد اللي كورسبوندنج لو دخلت 50 هرتز. هي السرعه دي يعني، بص يا جماعه هو الفيلد دايما يبقى داخل بالفريكوانسي بيلف بسرعه الفريكوانسي، بس احنا عاوزين واحد ترمينولوجي فبنقول سنكرون سبيد، عاوز اثبته انسبه لسرعه ميكانيكال، فبقول ال 50 هرتز دول بيعملوا قد ايه؟ بيعملوا 3000 ار بي ام. واضحه؟ لا دي في الاستيتور ثابته لان الاستيتور جاي ياخد من السبلاي. في الروتور عندنا لما يسيب ايه؟ لو انا عايز لو عاوز الروتور الاستيتور بالنسبه للروتور هتبقى دي الاف ب 2 اللي هي سرعه الروتور دي. هتيجي مساله توضح الكلام دوت. اديني ماشي. بالتالي احنا قلنا نحول الفريكونسيز ديت ل ما يسمى بالسرعات، فالاف اس دي هسميها ان اس، وبتاع الروتر هسميها ان روتر، ودوت هيبقى الفرق ما بينهم ان اس ماينس ان اللي هي ال 50 ماينس 48 هتديك دي. القيمه دي بنسميها السليب. يبقى السليب هي الفرق ما بين سرعه الاستيتور، الاستيتور ما بيلفش، سرعه الفيلد اللي على الاستيتور وسرعة الروتر. تاني ايه السليب؟ هي الفرق ما بين السينكرون سبيد، سرعة الفيلد اللي بيلف في الاستيتور وسرعة الروتر. سرعة الروتر مش فيلد الروتر، سرعة الروتر. احنا عندنا ثلاث حاجات، في كرنت بيلف في الاستيتور، وكرنت بيلف بالروتر، والروتر نفسه بيلف. تمام؟ فدي كرنت اللي بيلف في الاستيتور، الروتر نفسه. الفرق ما بينهم اللي هي القيمه السليب دي هي اللي جوه. واضحه؟
قول سرعه الروتر، روتر سبيد، روتر سبيد، وبالتالي السليب دي روتر كرنت او فيلد سبيد. عشان عندي ثلاث حاجات بتلف وثلاث سرعات، السرعه الاولى هي سرعه الفيلد بتاع الستيتور، السرعه الثانيه سرعه الروتر، ناقص السرعه هجيبها بدلالتهم هما الاثنين، مش في علاقه اصلا بتربط ما بينهم عشان ما يبقاش عندي ثلاثه فاريبل، تو فاريبلز، واحد فاريبل انا بدخله وفاريبل انا محتاجه، في الاخر الموتور ده انا عايزه يلف بسرعه معينه، فخليه في الايكويشنز بتاعتي بايه؟ بالنار. واضح؟ طيب السليب دي بقى ممكن اجي اقول انا عندي سليب 5 ار بي ام، ما لو دي 3000 ودي 2995 يبقى سليب 5 ار بي ام او 10 ار بي ام او 15 ار بي ام. طب اصلا السرعه الان اس كانت كام؟ اصلا كانت 1500، هنلاقي نفسها بنلف في دوامه. لو فاكرين في الفولتج ريجوليشن كنا قلنا ضربنا مثال قلنا انت جايب كام؟ قال لك 1000، 1000 من كام؟ ممكن 1000 من 1000، 1000 من 500، ففي الاخر احنا بنحب نجيب الحاجه كلها برسنتج عشان ما تعبش دماغي ايه الريفرنس اللي بنسب ليه. واضحه؟ ففي كونسبت تاني اسمه البير يونت سليب، اسمه اس بيساوي ان اس ماينس ان اوفر ان اس. يبقى بالتالي لو ان اس ماينس ان ب 10 يعني سرعه البتاع اللي على الروتر دوت الكرنت ده ب 10 يبقى 10 على 1500 سبب هتطلع برقم، الرقم دوت خلاص انا عارفه، مش قاعد بقول لك يا السرعه كانت 3000 ولا 1200 ولا كانت كام. ما واضح؟ هو الكلام كله مكتوب على فكره، مش محتاج تشوف اي حاجه. ماشي. دي النار، انا معلش بنسى كتير لان انا ما بنكتبهاش. دي النار. دي اليونت السليب، دي البير يونت سليب. يعني ايه بير يونت؟ انا جايب 1000 من 1500 فنسبته لقيمه ما عشان يبقى القيمه الماكسيمم واحد، 1500 على 1500 بواحد، اي قيمه ثانيه تبقى اقل من الواحد بير يونت. بعبر عن الريلاتيف سبيد ما بين الكرنت بتاع الستيتور، الفريكونسي بتاع الكرنت بتاع الستيتور والفريكونسي بتاع الكرنت بتاع الروتر. وبالتالي بالكورسبوند على سرعه الروتر نفسها، لان الروتر بيلف بالان اس تبقى ان اس ماينس ان اس بزيرو، يبقى دي مش موجوده اصلا. وبالتالي مفيش كارنت هنا يبقى مفيش سرعه. واضح؟ واضح حتى الان؟ طب انا نفسي احل مساله عشان بس نكسر الجو دوت، بس انا مش فاكر الشيت فين. اتصالات وصلت. طيب هي مسألة سهلة خالص في الشيت اهي، ركز. دي مسألة رقم 2، 3 فيز سكويرال كيج. هو انتوا عارفين في نوعين من الموتورز، سكويرال كيج ووند روتور. يعني ايه سكويرال كيج؟ يعني سكويرال سنجاب، سكويرال كيج قفص سنجابي، هو ده كده شبه ده كده. لو بتشوفوا كده الهامسترز امتار والكلام ده بيحطوا لهم بتاعه يجروا فيها اسمها سكويرال كيج، فهو شكله شبه السكويرال كيج، فالموتور مسمى سكويرال كيج. في نوع تاني من الموتور اسمه وند روتور. الموتور مش زي كده، الموتور فيه لفات زي بتاع الستور بالظبط، واللفات ديت متوصله ببراشز من بره بديه سبلاي تاني. ايا كان يعني هو في نوعين من الموتور سكويرال كيج وند روتور، معظم اللي موجودين او اللي موجود في الاندستري معظمه سكويرال كيج. فبيقول 3 فيز سكويرال كيج اندكشن موتور تيرنز ات اولموست الرقم دوت ار بي ام ات النو لود. وتيرنز ات الرقم دوت
RPM at full load. والسبلاي اللي واخد منه 60 هرتز 208 فولت. هو ما قالش التوصيله ايه وهي مش فارقه في المساله في حاجه. طب اول حاجه عايز يجيب الموتور نمبر اوف بولز. موتور نمبر اوف بولز ازاي نجيبه؟ هي العلاقه اللي عندي فيها بولز هي العلاقه دي ان اس بتساوي 60 اف اوفر بي. الفريكونسي عندي والبي محتاجها يبقى لازم ان اس تبقى موجوده عشان اجيب عدد البولز. ان اس هي السينكرون سبيد بس هو لما اداني قال لي انا عندي النولود سبيد وعندي الفول لود سبيد. اجيب منين الان اس؟ نعم النولود سبيد. طب خلينا نركز. انت لو عندك موتور الموتور ده مش محمله باي حاجه حاطه في الكهرباء وسايبه يلف مع نفسه كده السرعه بتاعته مش هتبقى اقصى سرعه ممكن يوصل لها. بيقول لك في الفول لود يعني حطيت كل اللود اللي ممكن يشيله الموتور ده حطيته عليه فبالتالي السرعه اللي هيوصل لها هي اقل سرعه ممكن يبقى شغال عليها. يبقى انا عندي اقصى سرعه ممكن يبقى شغال عليها 1198 صح؟ دي اقصى سرعه ممكن الموتور يلف عليها 1198 واضح؟ ناخدها كانها ان اس هي مش هي ان اس. تعالى ناخدها اذا كانها ان اس ف 1198 هتساوي 60 في 60 على بي. حد يحسب قيمه البي؟ دي هتساوي 3600 على 1198 تطلع 3 بوينت حاجه كده. طلع عدد البولز رقم مش انتجر مع ان كنا كل شغلنا على رقم 2 4 6. يبقى كل اللي انا عايزه ايه؟ حته بقى كده يا تراين دول وبتبقى معروفه بعد كده. ان انا اوصل السبيد دي اللي انا كنت واخدها على الناس سينكرون سبيد لقيمه لو قسمت الرقم ده عليها تطلع رقم انتجر. فلاقي القيمه دي 1200. ف 3600 على 1200 يطلع 3. يبقى عدد البولز هنا 3. ايوه 3.00 هتكمل هيطلع رقم في الاخر. عاوز انتجر. يبقى 1200. فاهم انا عملت ايه؟ يعني انا عملتها بالراجع فرضت رقم وعملت راي انديرو لحد ما وصلت الرقم يديني الاجابه الصح. ايه؟ ايوه ما دي اسمها هو بيقول لك انا فرضت هنا السينكرون سبيد، هل الموتور هيلف على السرعه دي اصلا؟ لا ده الستيتور فيلد هو اللي بيلف بيها. اهو ما السبيد هو بيلف عند دي هو بيلف عند الاثنين دول. ايوه مين اللي هيلف بالان اس؟ الفيلد بتاع الستيتور اللي هو بتاع اللي داخل من السبلاي بس. انما السرعتين دول هم بتوع الروتر. واضح؟ فهي ببساطه بس واحنا عندنا 50 هرتز عندنا 50 هرتز و60 هرتز وعندنا عدد من البولز 2 واربعة وستة دول اللي انا عارفهم بس. فانت لو جيت هنا في الاثنين بول هتبقى دي واحد وده 50 فدي تطلع 3000 ار بي ام تطلع 3600 ار بي ام 1500 1800 1200. خليك بس عارف الارقام دي في دماغك يعني ان لو كان 6 بول وانا 60 هرتز فانا 1200 4 بول وانا 60 هرتز 1800 وهكذا. فانا هنا عدد البولز 6 ف 6 بولز و 60 هرتز يبقى 1200 فجبتها على طول. هي مالهاش طريقه غير كده. انا عملت طريقه دول في الاخر في الاول بس هي بتجي كده على طول يعني الجدول من كتر الاستخدام والحل والكلام ده بيبقى حاجه موجوده رول اوف سامز على طول. لا جيفن مفيش جيفن في الكهرباء. الكهرباء ما بتديش جيفن. هو مش محتاج تحفظه خالص. هي 60 اف على بي. انا حطيت الاف ب 60 وغيرت البي، حطيت الاف ب 50 وغيرت البي. بس ده اف ده 2 بي. هو لا انا ما قلتش ان ان اس هو النولود. انا قلت لك ايه اكبر سرعه عندي هنا؟ النولود. ما اكيد يعني النولود يعني هتبقى قريبه قوي من ان اس. يعني احنا قلنا الان الموتور ما بيوصلش للان اس. طب اقرب حاجه للان اس ايه؟
لما النوتر ما كنتش متحمل اصلا فخدتها طلعت لي رقم من البولز او عدد من البولز مش انتجر. طب عشان اخليه انتجر هو كان رقم 3 زياده عن التلاتة فزود المقام شويه عشان الرقم ده يقل يبقى 3 بالظبط. تمام. طب ده كان اول مطلوب في المساله. المطلوب الثاني عايز البرسنتج سليب ات فول لود. برسنتج سليب ات فول لود هي دي اللي انا سايبها دي. برسنتج يعني منسوبه لحاجه مضروبه في 100 ات فول لود. الان اس ثابته جبناها بكام؟ 1200 ماينس الان ار عند الفول لود. ان ار عند الفول لود بكام؟ 1140. الكلام ده اوفر 1200 يطلع الرقم دوت 0.05. يبقى بالبرسنتج سليب ات الفول لود هي 5%. فيها مشكله دي؟ ايه؟ العلاقه اللي احنا استنتجناها للسينكرونس سبيد كان بتقول ال ان اس بتساوي 60 اف على بي وانا عايز عدد البولز فدي العلاقه الوحيده اللي فيها عدد البولز. تمام. وانا اللي معايا سرعه الروتور مش سرعه الاستيتور مش سرعه فيلد الاستيتور معايا سرعه الروتور. تمام. فيلد الاستيتور بيلف اسرع من الروتور. فيلد الاستيتور عشان جاي من السبلاي انما الاستيتور قلنا لو لف بسرعه فيلد لو الروتور لف بسرعه فيلد الاستيتور مش هيحصل معضل قطع يبقى مفيش اي حاجه هتتحرك. تمام. طيب احنا قلنا البرسنتج البرسنتج بريوت سليب دي جبناها خلاص. ايه عمرها ما تيجي كده يعني ما تخيل 3.6 دي جت منين؟ معناها ان انا بلف هنا على سرعه قليله جدا 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 ده عمره ما بيحصل. الموتور انا مصمم موتور يشتغل على سرعه قريبه من 1200 هروح اشغله على 1000 ولا 1000 ولا 900؟ طب ما اجيب موتور بيشتغل على 1000 على طول. تمام. الموتور ده كونس سبيد يعني مش كونس سبيد يعني بيشتغل عن سيب ثابته. كونس سبيد يعني ما بيعرفش يفاري بين سرعات كتير هو رينج صغير بيتحرك فيه. حليتها ترايل اند ايرور. انا كده يعتبر حليتها ترايل اند ايرور. اللي يديني رقم صحيح قريب قوي من ال 1198. لو نزلت ال 1090 لو نزلت لتحت هلاقي الرقم دوت بيزيد. طب لو طلعت شويه لفوق اللي هي ال 2 ار بي ام لقيت الرقم دوت 3. حد كان عنده سؤال تاني؟ ها؟ مفيش. ماشي. وعلى فكره البريونت سليب دي بتتحرك من 2% لحد 10%. من 2 في يعني 0.1 يعني قيمه الرقم ده كله هتطلع 0.1. لو بصيت هتلاقي بتفاري مثلا من 1200 لحد 1100 بس هي 100 ار بي ام بس مش هتتحرك اكتر من كده. فكلها وزين الثلاثه هتجيب لك الثلاثه برضو. المطلوب الثالث عايز الفريكونسي اوف روتور فولتج اند كرنتس. فريكونسي اوف روتور فولتج اند كرنت اللي هو لما كنا راسمين البتاع ده كان اللي واقف جوه العربيه ده الروتور فولتج اند كرنت. الفريكونسي بتاعه يبقى كام؟ مش احنا قلنا عندنا ثلاثه كوانتيتيز بيلفوا؟ عندنا الاستيتور فيلد والروتور والكرنت بتاع الروتور. قلنا الاستيتور فيلد بيلف بالان اس والروتور بيلف بالان ار يبقى الكرنت ده بيلف بايه؟ ان اس ماينس ان ار. ايه؟ عايز الفريكونسي بتاع الروتور كرنت اند فولتج اللي هو الراجل ده. لو انا سرعات اشتغل بالسرعات لو عايز سرعه اجيب سرعه عايز فريكونسي فريكونسي. الروتور بيلف بكام؟ الستيتور بيلف بكام؟ 60 سايكل بير سكند جيفن من المساله. انت بس واضحه ولا عشان احس ان انا بكلم نفسي؟ ايه؟ عند الفول لود. يبقى في الاخر هي القيمه دي صح؟ مش احنا قلنا الفرق ما بينهم هو ان اس ماينس ان ار ولو عايز اجيبه بريونت اقسم على ان اس يبقى القيمه دي بس. ايه؟ دي بالسرعه خلاص ما هي مش هتفرق في الاخر اقسم على البي ب 60 هتطلع لي بالهرتز.
يعني الاثنين بيكورسبوندوا بعض ما فيهاش مشكله. طيب السبيد اوف روتور فيلد وذ ريسبكت تو ستيتور، سبيد اوف روتور فيلد وذ ريسبكت تو ستيتور فاي روتور بالنسبه للستيتور يبقى كام؟ لو تفتكروا انا قلت لكم ان اي فيلدز منسوبه للستيتور هتبقى ان اس، واي فيلدز منسوبه للروتور تبقى ان اس ماينس ان ار. صح؟ عايز تفهمها ايه؟ ارسم الرسمه دي وحط هنا 48 وحط هنا ده بيمشي ب 50 وده ماشي ب 2. سرعه اللي جوه العربيه بالنسبه للستيشنري فريم دي كام؟ 50. صح؟ طب سرعه دوت بالنسبه للستيشنري 50، يبقى سرعه فيلد الستيتور بالنسبه للستيتور 50، سرعه فيلد الروتور بالنسبه للستيتور، سرعه فيلد الستيتور بالنسبه للروتور، بالنسبه للروتور ايه مش صعب احنا قلناها، سرعه فيلد الستيتور بالنسبه للروتور، الروتور اللي هو ده الاثنين اللي هي ان اس ماينس ان. طب سرعة فيلد الروتور بالنسبة للروتور هي برضو الاثنين اللي هي ان اس ماينس ان، يبقى دي الروتور بالنسبة للستيتور هتبقى 3600 والستيتور بالنسبة للستيتور هتبقى 3600 1200، والروتور بالنسبة للروتور هتبقى ان اس ماينس ان اللي هي القيمة دي 1200 ناقص 1140، والستيتور بالنسبه للروتور هتبقى نفس القيمه ان اس ماينس ان اللي هي 1200 ناقص 1140 عند الفول لود. على فكره المسائل دي سهله جدا تيجي ام سي كيو، يعني طب لاحظ الحل ما بكتبش حاجه، عارف هتكتبها مش عارف مش هتكتبها وخلص الموضوع. طيب عايز الموتور سبيد از سليب اوف 10% يعني اف is equal 10% get motor speed. جيبها ازاي؟ لو الاس ب 10% هات الموتور سبيد. حط في دي الاس بكام؟ ب 10% هتساوي الان اس ثابته ما بتتغيرش ناقص ان ار على الان اس. تقدر تجيب الان ار ولا لا؟ ممكن تعمل تحويله بحيث بدل ما كل مره تكتبها وتقعد تضرب تقول والله الان دايما ان ار هتساوي 1 ماينس اس في ان اس، يعني 9 من 10 من الان اس. هي اضرب هنا في ان اس وديها الناحيه الثانيه خد ان اس مشترك هيطلع نفس الناتج بالظبط. واضحه؟ طيب خلاص دي مساله خلصت، يعني في الاخر سطر 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 خلص المساله. طيب عشان ندرس الموتور ده بقى عند اي اوبريشن كونديشن زي ما عملنا مع الترانسفورمر محتاج اجيب لي ايكوفالنت سيركت، محتاج ايكوفالنت سيركت اقول والله لو الكرنت كذا يبقى الدروب كذا يبقى الاوتبوت كذا، لو حصل اللوسز موجوده فين وهكذا. فلو بصيت للموتور هتلاقي كأنه ترانسفورمر. دي سرعة الروتر في فلكس الروتر أو فيلد الروتر بالنسبة للروتر. يعني لو أنا واقف على عربية، العربية ماشية ب 48 وأنا ماشي عليها ب 2، مش أنا واخد سرعة العربية وسرعتي؟ فبالنسبة لها هي 2 بس. لو أنا ثابت على العربية وبتمشي ب 48 يبقى سرعة ثابت بالنسبة لها. طب والاف الفاي اس بالنسبة للروتور، فلكس دوت بالنسبة للروتور، الروتور اللي هو الفريم اللي بره ده، ده ماشي ب 50 وده ب 48، الفرق ما بينهم 2 اللي هي ان اس ماينس ان. فاحنا عاوزين ايكوفالنت سيركت للموتور دوت تمثل نفس الحاجات اللي كانت بتمثل الترانسفورمر. بصينا فيه لقيناه عبارة عن كرنت بيخش في وايندنج، فأكيد الوايندنج دي هيبقى فيها الار كبر والاكس ال واحد اللي هي الليكج زي بتاع ترانسفورمر، اي وندنج هيحصل فيها الكلام دوت. ولقينا في ستيتور في سلوتس في ايرن،
يعني هيحصل الكور، في كور موجود فيه، والروتر لما كان موجود الناحيه دي وهو شغال اندكشن، يعني الباور بتنتقل من الستيتور للروتر في الارجاب وبعد كده تحصل اندكشن في الروتر. اذا انا ممكن امثل الاندكشن موتور دوت كانه بالظبط ترانسفورمر بالطريقه دي، كور ترانسفورمر ومن الناحيه الثانيه الروتر سيركت، دي ار 1 جي اكس 1 ار 2 جي اكس 2 اي 2 اي 1 اكس ام ار سي، فيش اي مشكله خالص. ليه مثلته كانه ترانسفورمر؟ السبلاي بيخش له زي ما يخش للترانسفورمر، في وايندنج زي الترانسفورمر، وفي حديد او الوايندنج جوه سلوتس جوه حديد، نفس الحديد اللي في الترانسفورمر، والروتور كان وند روتور مثلا، ففي لفات زي الترانسفورمر السكندري بتاعه، فبالتالي ممكن اعمل له ريبريزنتيشن كانه ترانسفورمر، بيسموه الروتيتنج ترانسفورمر موديل، يعني ترانسفورمر بس بما ان ده بيلف فكان السكندري عمال يلف بتاع ترانسفورمر. واضح؟ حتى الان واضح الكلام؟ عشان تحصل حاجه بقى مش هتبقى واضحه. دوت متوصل للستيتور، متوصل على السبلاي صح؟ فالفريكونسي في الستيتور كام؟ 50 60 اللي هو الاف اس. طيب واحنا طول ما شغالين كنت اقول الكرنت اللي على الروتر سرعته كام؟ ان اس ماينس ان صح؟ يبقى الفريكونسي هنا هسميه اف 2. في السيركت ثيوري ينفع، انا عايز اعمل ريفيرنج، في السيركت ثيوري ينفع احط تو كومبوننتس كل واحد عند فريكونسي مختلف؟ لو لاحظت، فاكر زمان كنا بنحلها سوبر بوزيشن، لو كذا سبلاي كل سبلاي يتحل لوحده، او تعمل فورير اناليسيس، المهم بتعمل حاجه مش بالسيركت ثيوري العاديه. ليه؟ لان ده شغال في فريكونسي، ده شغال في فريكونسي ثاني، فالموضوع كده مش هينفع اعمل ريفيرنج. الحل الوحيد عشان اعمل ريفيرنج ان انا اخلي ده شغال عند نفس الفريكونسي بتاع ده، او العكس، وانا بدرس عند الفريكونسي بتاع السبلاي لان ده اللي ليه كنترول عليه، فانا عايز اخلي الروتور اللي بيلف بالفريكونسي تاني عايز يلف بالفريكونسي بتاع السبلاي. نعملها ازاي؟ الموضوع بقى كله موديلنج، يعني لو انتوا بتحبوا الموديلنج ظريف قوي. يعني لو الموتور واقف، ده محطوط جوه واقف ما بيتحركش، يبقى وانا مدخل سبلاي من الناحيه دي ورابط الروتر ما بيتحركش، فعمل هنا اي واحد في البرايمر ما فيهاش اي مشكله. طيب في الروتر الاي 2 ايه علاقتها بالاي 1؟ وده ثابت، ده مش بيتحرك، مش هيشتغل كانه كده ترانسفورمر عادي. احنا قلنا ان الفريكونسي بتاع الكرنت اللي في الروتور بيبقى كام؟ الفريكونسي بتاع الكرنت اللي في الروتور بيبقى كام؟ ان اس ماينس ان. الفريكونسي بتاع الراجل اللي جوه العربيه ده سرعته بتبقى كام؟ ان اس ماينس ان صح؟ اللي هي ان ار يعني. طب لو ان ار بزيرو يبقى الفريكونسي بتاعه بكام؟ ها؟ بان اس. يبقى اذا ساعه لما الروتور كان واقف، الاي اللي ظهرت في الستيتور بفريكونسي اف ستيتور هي الاي اللي ظهرت في الروتور بنفس الترينز ريشيو، وانا مهملها دلوقتي، بس الفريكونسي هو، بالتالي الاف بتاع الستيتور هيبقى هو الاف بتاع الروتور، مفيش اي مشكله خالص. واضح ولا ايه؟ طيب لو الان ار بقى بتساوي ان اس، يعني الروتور اللي هي الكونديشن اللي ما بيحصلش، انا باخد اكستريم كيسز، عند الزيرو عند اقصى سرعه، لو الروتور لف بنفس سرعه الستيتور، الروتور لف بنفس سرعه الستيتور، الاي اللي هيحصل لها انديوز في الروتور هتساوي كام؟ زيرو. ان دي فاي باي دي تي مفيش ريلاتيف سبيد، يبقى زيرو. وبالتالي الروتور بيلف بفريكونسي بيساوي كام في الحاله دي؟ ما طالما الريلاتيف سبيد بينه وبين الستيتور زيرو، يبقى هو بيلف بايه؟ بسرعه الستيتور. سرعه الستيتور كام؟ اف اس. بص كده على الروتور سايد، الاي بتاع الاثنين دي انا اسميها بقى اي روتور،
او اخليها 2 وخلاص، بتتغير من اي 1 لحد 0. والاف بتاع الروتور اللي هو اف 2 بيتغير من 0 لحد اف اس، صح كده؟ انا خدتها اكستريم كيسز. الاي تتغير لو هو واقف هتبقى اي 1، لو هو عند الان اس هتبقى بزيرو، فريكونسي لو هو واقف هيبقى بزيرو، لو عند الان اس هيبقى بالاف اس. مفهوم بس الكلام القيم دي جت منين؟ عشان حاسس الناس يعني لو سالت سؤال مثلا ليه عند وانت واقف الاي 2 بتساوي الاي 1 لو تيرنز 1 تو 1، ليه وانت واقف كده الاي 2 بتساوي 1؟ ايه؟ عشان ما بيلفش ان دي فاي باي دي تي، فبالتالي اقصى دي فاي باي دي تي ممكن تحصل. طب ليه لما يلف عند السينكرونس سبيد الاف اس او الاف روتور هيساوي الاف اس؟ عشان الستيتور بيلف بالان اس، الروتور بيلف بالان اس، الاثنين بنفس السرعه، يبقى معدل القطع بكام؟ بزيرو، صح؟ يبقى الفريكونس بتاع الحاجه اللي جواه اف اس عشان يعمل نفس معدل القطع بزيرو، وهكذا. طب لو عايز اجيب اي حاجه ان بتوين، اي حاجه في النص، اكيد ليها علاقه بالريلاتيف سبيد ما بين الستيتور والروتر. والريلاتيف سبيد دي عوضها عنها بايه؟ ايه الكوانتيتي اللي كنا بنكتبها في الريلاتيف سبيد؟ الاس هي اللي بتعبر عن الريلاتيف سبيد. فبالتالي الاف 2 هيساوي اس من الاف ستيتور او واحد، بقى خلينا برايمري وسكند واحد. عوض كده لما السرعه تبقى زي الان اس، لما الموتور بيلف بان اس الاس هتبقى بكام؟ تمام. انا مش عارف، حاسس الناس مش عارفه تلقطها. اقولها ازاي؟ طب نعرفها. بص انا اقول لك على حاجه حلوه، بصوا فيها ولو وقفت معاكم يعني حسيتوا مش فاهمينها قولوا بقى تاني. بس كان في قاعده كده ما كنتش بفهم في المحاضره حاجه، بس لما اروح اذاكر بلاقي نفسي فهمتها. لا لا بفهمها. فهي الواحد بيبقى استقد شويه في حته، فعشان ما ناخدش وقت كتير فيها، احنا خلينا نقول دلوقتي ان الاف بتاع الروتور هو اس من الاف بتاع الاستيتور. تمام. هاجي للايكوفالنت سيركت ديت، اخدها بس الناحيه دي اهي، ار 1 و 2 دي ار 2 و 2 و جي 2 باي اف 2 ال 2. كل اللي انا عايزه اشيل اف 2 واحط بدلها اف 1. تمام. هو كده في حاجه مش واضحه. ماشي. يبقى لو اشيل اف 2 من هنا احط بداله مين؟ 2 باي اف اس، وده ستيتر في الاثنين. ولو اشيل اي 2 هي الاي برضه هتطلع نفس العلاقه، اي 2 هتساوي اس من اي 1. ايه؟ بص انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه والله، انا مش فاهم. اف اس لغايه 0. شكرا، انا حاسس ان في حاجه ما كانتش مظبوطه. طيب ايه؟ ايه؟ يعني اعمل ايه؟ تعال نعملها من الاول. احنا قلنا لو السرعه ثابته، سرعه الروتور ثابته، فبالتالي المعدل القطع يبقى اكبر ما يمكن، صح؟ كده الروتور ثابت. مش عارف يا مالا لفت معايا ليه. لو الروتور ثابت هيبقى عامل كانه ترانسفورمر، وفي الترانسفورمر الطبيعي ان البرايمري فريكونسي هو السكند فريكونسي، فهو ده اللي موجود هنا اهو. تمام. طب لو لف بالان اس مفيش اي معدل قطع، هي دي الغلطه، ان دي تبقى الاف ار بتاعت الروتور دي دي ات ان اس
if you turn this, so D0. D0. بس نقولة تاني. لو هو ثابت هيبقى عامل زي الترانسفورمر. في الترانسفورمر كان البرايمري سايد فريكونسي هو السكند سايد فريكونسي صح؟ فهو ثابت بقى زي في الترانسفورمر. فالستيتور الستيتور والروتور فريكونسي هما هما. مفيش مشكلة فيها. طيب لو لف عند ال ان اس معدل لط الروتور ده ايه؟ لا اف ار خلي بالك اف ار دي سرعه الفيلد اللي عليه مش سرعته هو صح؟ طيب لو هو بيلف بالان اس مفيش اي معدل قطع مفيش اصلا حاجه ماشيه فيه في الفريكونسي بزيرو هي كانت كده كان في غلطه بس يعني فهتلاقي الايكويشن دي فاليد كده لو ال ان اس ماينس ان على ان اس لو ال ان بتساوي ان اس يبقى ان اس ماينس ان اس بزيرو يبقى الاف ده بزيرو الروتور مالوش فريكونسي لما اقول روتور فريكونسي يعني اللي جواه تمام فانا هنا ايه اللي عملته قلت برضو الاندوس دي ام اف فاليد على نفس الكلام بتعتمد على اس فشلت الاي 2 وحطيت اس من الاي 1 وشلت الاف 2 وحطيت اس من الاف 1 وبالتالي الايكوفالنت سيركت دي ممكن اختصرها لحاجه بالشكل دوت اس من اي 1 وار ودي اس اكس 2 واضح كده يعني بس دي كل الكلام ده 2 اف 1 يعني الفريكوانسي اللي داخل وانا بحسب هنا هو اف 1 مش اف 2 تمام طب لو جبت الكرنت لاي بيساوي اس اي 1 على ار بلس جي اس اكس اكس بقى 2 اللي هي الاف 1 الكلام ده يساوي اي 1 على ار 2 اوفر اس بلس جي اكس 2 اللي عملته قسمت على اس بس فوق تحت مفيش اكتر فبالتالي حررت الكوانتيتي دي ان هي تبقى بتديبند على الفريكونسي وحررت الاندكتنس هنا تبقى بتديبند على الفريكونسي والاندكتنس دي محسوبه بمين؟ بالفريكونسي بتاع الستيتور صح؟ لان دي ات اف 1 ات اف 1 واضح كده؟ خليت كل تاثير الفريكونسي في ريزيستور والريزيستور مش بتعتمد على الفريكونسي واضح؟ يبقى كده ممكن اعمل ريفيرنج للسيركت بالبارامترز دي اجيبها ان حاجه عادي خالص في حاجة مش واضحة؟ هو الناس خلاص أي اللي تقولوا قولوا بس يلا نمشي. أنا كده كل اللي عملته إن أنا بدل ما كانت دي E2 خليتها E1 بدل ما دي R2 خليتها R2 over S G2 خليتها GX2 at F1 بقى ده نفس الفريكونسي ودي هي هي دي لو في هنا تيريز ريشيو اعمل ريفيرنج بيها اللي رايح له على جاي منه سكوير اقدر اجيب كل ده الناحيه دي هتبقى بالشكل دوت دي ار 1 جي اكس 1 اكس ام ار سي ودي ار 2 داش على اس ودي جي اكس 2 داش كلهم محسوبين عند الفريكونسي بتاع الستيتور اللي هو الاف اس اللي هو الاف اس طيب والداش ده جه منين؟ احنا قلنا الزد داش هتساوي ان اللي رايح له اللي هو الستيتور اللي هو واحد على ان 2 سكويرد في ار 2 داش اوفر اس بلس جي اكس 2 ار 2 اوفر اس بلس جي اكس 2 فكده دي بقت داش ودي بقت داش يعني ريفير تو برايمري سايد واضحه؟ طيب انا اخر ورقه خالص يعني عشان ما نطولش اكتر من كده ودي سهله خالص يعني ما فيهاش اي حاجه هو برضو عشان الكونسبت بتاع السليب دوت يعني احب اقول لك ان 95% من طالب الكهرباء اللي واخدين ماشينز ثلاث سنين مش فاهمينه ودي حقيقه فهمه مش 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 سهل يعني تفضل قاعد كتير قوي عشان تفهمه فعادي يعني بالنسبه لكم سويزي عايزين دلوقتي نعمل حاجه اسمها الباور فلو دايجرام
يعني الباور فلو دايجرام الموتور دوت ايه الغرض منه؟ ايه الغرض من الموتور؟ يعني اللي بنجيب موتورز في الحياه محتاج ميكانيكال باور بس عندي الكتريكال باور، فهو بيكونفيرت الكتريكال باور تو ميكانيكال باور. الكتريكال باور هي فولت وكرنت بيحولها لي تورك وسبيد، واضح؟ فانا عندي انبوت الكتريكال وعندي اوتبوت ميكانيكال. اللي انا بقى اتمناه ان انا احط 1 واط الاقي 1 واط، احط 1 كيلو الاقي 1 كيلو، ده اللي انا اتمناه. هل ده بيحدث في الحقيقه؟ ما بيحدثش في الحقيقه، الحقيقه فيها لوسز. عاوزين نطلع اللوسز من الرسمه اللي قدامنا اللي مش واضحه دي. عاوزين نطلع من الرسمه دي اللوسز، الاكتيف لوسز. يبقى اكيد الار والار والار هيبقى فيهم لوسز، صح؟ عاوزين نطلعهم. اول ما دخلت بالسبلاي من عندي من هنا دخلت البي انبوت بتساوي كام؟ البي بتساوي ايه؟ في في اي في كوساين فاي، صح ولا؟ يبقى البي بتساوي في في اي كوساين فاي، بما ان 3 فيز اضرب في 3، تمام؟ واضح؟ طب انا لسه غلطت بالفيز مش بالكرنت، لان السيركت دي بالفيز، فبالتالي انا هحل كل القيم بتاعتي بالفيز، فمش هروح اجيب اللاين عشان اجيب الباور، اللي جبته اضرب في 3 وخلاص. طيب اول لوسز هتقابلني اول ما اخش هتبقى ايه؟ اللوسز اللي هتحصل في ار 1، كنا بنسمي اللوسز اللي في الار دي اللي في السيريز ريزيستور دي بتسميها ايه؟ كبر لوسز، اعرف المسميات. يبقى دي هنسميها بي كبر 1، خرجها كده بره سماها بي كبر 1. ليه 1؟ لان محصله في الستيتور، في اختها ثانيه هتحصل في الروتر. بي كبر 1 بتساوي ايه؟ بتساوي اي سكويرد في ار 1، مظبوط كده؟ في 3. طيب مشيت شويه، ده كان اي ام وده كان اي سي وده كان اي ميو، ففي لوسز ثانيه هتحصل في الريزستور دي هنسميها بي ايرن بتساوي 3 اي سي سكويرد ار سي. بعد النقطه دي انا كاني انتقلت من دايره الاستيتور لدايره الروتر، فالجزء ده بنسميه الاير جاب باور. هو فين؟ الجزء ده بنسميه الاير جاب باور، دي مش لوسس باور، دي الباور اللي انتقلت من الاستيتور للروتر. بي جاب هتساوي 3 اي 2 داش سكويرد ار 2 داش اوفر اس. يبقى اذا الريزيستور اللي هي ار 2 داش اوفر اس دي تمثل التوتال باور اللي انتقلت من الاستيتور للروتر. يعني الباور اللي فيها دي مش لوسز، دي التوتال باور اللي انتقلت. التوتال باور اللي انتقلت دي عباره عن ايه؟ عباره عن لوسز في الروتو ريزيستور والاوتبوت باور. يبقى انا ممكن امثل الار 2 داش اوفر اس دي امثلها بمقاومه واحده اسمها ار 2 داش، مقاومه ثاني اسمها 1 ماينس اس اوفر اس ار 2 داش. جاست بس بفصلها، يعني لو جمعت الاثنين دول هيطلع لك نفس الناتج ده بالظبط. طب ليه انا بعمل كده؟ انا بقول اليوسف الباور اللي انتقلت من الستيت الروتر هي القيمه دي. القيمه دي تتضمن بداخلها اللوسز بتاع الروتر، اكيد الروتر ده فيه مقاومات بتعمل لوسز، والاوتبوت اللي طلع لي. فاللوسز هي في ار 2 بس، والاوتبوت في 1 ماينس اس اوفر اس ار 2 داش. فبالتالي من البي جاب او الاير جاب باور هيطلع من هنا بي كبر 2 اللي هي اي 2 داش ار 2 داش، ده سكويرد وده مضروب في 3. ده الاي 2 داش اللي ماشي هنا، ده اي 1 اي 2 داش لانه عامل له ريفيرنج. خلاص كده عندي بس شويه ميكانيكال لوسز، يبقى بي مثلا ويندج لوسز ميكانيكال لوسز وخلاص. خلصتها اطلع للبي اوت. الاوتبوت باور هتبقى كام؟ الاوتبوت ده ميكانيكال ولا الكتريكال اصلا؟ ميكانيكال. الباور في الميكانيكال سيستم بتبقى ايه؟
بيقابو بتساوي التورك في السرعة بالريديان بير سكند. التورك في السرعة بالريديان بير سكند مش ار بي ام، عشان دي غلطة شنيعة. التورك بالسرعة ريديان بير سكند، وازاي تكونفيرت من ار بي ام وريديان بير سكند؟ دي كده ممكن تكونفيرت ان هي اوميجا بتساوي 2 باي ان اوفر 60. يبقى ده اسمه الباور فلو دايجرام. دخلت بالانبوت باور، حصل تو لوسز في الستيتور، انتقلت شويه باور للروتور، طلعت منها شويه لوسز، والاوتبوت لوسز هي الميكانيكال اللي على الشافت، خرجت بالبي اوت اللي هي التورك في الاوميجا. لو عايز احسب الافشنسي احسبها ازاي؟ اوتبوت على انبوت، مفيش مشكله خالص صح. كان في برضو علاقه ظريفه بتربط الثلاثه باورز بتوع الروتور اللي هي البي جاب والبي كبر 2 والبي ميكانيكال، هي ديت على فكره اللي هي دي هتكورسبوند للكلام دوت. فكان في علاقه بتقول ان البي جاب الى البي كبر 2 الى البي ميكانيكال بتساوي 1 الى اس 1 ماينس اس. يعني لو بي جاب 1 كيلو والاس ب 10% يبقى الكبر هيبقى كام؟ 10% في 1 كيلو يبقى 100 واط، والميكانيكال هتبقى 900 الباقيين. دي بتبقى يوسفول قوي انت بتحل في المسائل، بتجيب واحده وتجيب الاثنين التانيين منها. نعم؟ تورك ده دايما مطلوب، التورك دايما هيبقى مطلوب في المسائل. ايوه ما اكيد انا هبقى في بارامترز موجوده هتحسبي كل ده وتفضل تطلع باور لوسز 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 لوسز، هيطلع لك الاوتبوت باور تسميه على السرعه يديك التورك. تمام؟ يا ريت الكلام ده تذاكروه كويس عشان اللي جاي كله معتمد عليه، حرفيا معتمد عليه. تمام؟ آه كده.